ما زالت فاجعة وفاة الشقيقين ضياء وعمار الديك اختناقاً داخل بئر في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت بتاريخ 13/6/2020 تخيم حزناً لا يفارق عائلتهما التي تتهم الدفاع المدني بتقصير من خلال تدخله وفشل إنقاذ الشقيقان. طبعاً في تحقيق استقصائي لوطن حول هذه الفاجعة والحادثة المؤلمة، هذا التحقيق حمل عنوان متهمون يحققون مع أنفسهم والنتائج على قياس المسؤولين. بالبداية اسمحوا لي أن أرحب بشقيق خلينا نسميهم الشهيدين إن شاء الله عند ربهم، الأستاذ علاء الديك. أهلا وسهلا بك معنا في استوديوهات وطن، شقيق ضياء وعمار الديك، أهلا بك. أهلين أختي ريم، تسلمي، يسعد صباحك. طبعا هذا التحقيق الاستقصائي حمل الكثير، وسنشاهد بعض الأجزاء من هذا التحقيق الذي أجراه طاقم وطن، ونعود لبدء الحوار. شو رأيك ليشاهد الناس معنا أجزاء من هذا التحقيق الاستقصائي؟ تمام، لنشاهد. رفضنا طبعا بنتائج هاي اللجنة، نتائج هاي اللجنة الرسمية، انه لجنة سلفيت قامت بالتواطؤ. كل اللجان تفتقد للشيء القانوني والشرعي. يعني احنا بنقول انه هي مخالفة للقانون. طبعا يفترض دائما في تشكيل لجان التحقيق الابتعاد عن تضارب المصالح، انه لا يجوز ان تكون الحكم والجلاد بنفس الوقت. لا يزال جرح الفقد مكشوفاً لم يلتئم رغم مرور أكثر من عامين على فاجعة وفاة الشقيقين ضياء وعمار الديك اختناقاً داخل بئر في منزل العائلة في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت. العائلة لا تزال غير مقتنعة بنتائج لجنة التحقيق الرسمية التي شكلت للوقوف على ملابسات الحادثة. رفضنا طبعاً ما جاء من مخرجات ونتائج هاي اللجنة الرسمية من ألف إلى الياء، لن نعترف بهاي النتائج لليوم، ونحن مصرين على موقفنا إنه لجنة سلفيت قامت بالتواطؤ مع التقصير الذي حصل من طاقم الدفاع المدني في عدم القيام بمهمته في إنقاذ شقيقي اللي كانوا موجودين في البئر. محافظ سلفيت شكل بعد الفاجعة التي وقعت في 13 من شهر حزيران من العام 2020 لجنة تحقيق رسمية ضمت عدداً من قادة الأجهزة الأمنية. حملت اللجنة المتوفيين المسؤولية الضمنية عن الحادث وكأنهما كانا غير مكترثين بحياتهما، وأكدت أن الدفاع المدني استجاب للحالة فوراً عبر إرسال مركبة مجهزة للتعامل مع الموقف. المتوفون في الحادث كان لديهم إصرار على متابعة العمل في وقت متأخر من الليل رغم علمهم اليقين بصعوبة الموقف ووجود خطر عليهم في حال الاستمرار في هذا العمل. فور تلقي الدفاع المدني البلاغ بوجود أشخاص عالقين في داخل بئر ورغم عدم إبلاغهم بتفاصيل الحدث بشكل كامل استجابوا للحالة فورا، وتم إرسال طاقم من مركبة إنقاذ خاصة ومجهزة للتعامل مع حوادث عدة منها إنقاذ عالقين في مصاعد وأماكن مغلقة.
طبعا أهلا بكم من جديد. هذه أجزاء من التحقيق الاستقصائي الذي أجراه طاقم وطن حول هذه الفاجعة وهذه الحادثة. ونحن في وطن طبعا كنا بتسليط الضوء بشكل مكثف حول هذه القضية، وخاصة طبعا بعد تشكيل لجان التحقيق، لكن للعائلة موقف ورسالة أخرى وأيضا توجه آخر صراحة بعد لجان التحقيق التي تم تشكيلها. سيد علاء، أهلا بك مجددا. يعني هذه الحادثة المفجعة لأهالي بلدة كفر الديك، بعد ذلك خلينا نذكر الناس، تم تشكيل لجنة تحقيق بالتعليمات من محافظ سلفيت. نتائج هذه اللجنة لم تقنع العائلة التي قالت بأن هناك تقصير واضح ولديها من الأدلة ما يثبت ذلك، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم تجد العائلة صعوبة في محاولة حتى يعني خلينا نحكي التوجه إلى القضاء الفلسطيني من أجل أخذ حقها. بالتالي هي قررت التوجه إلى القضاء الدولي. أعطينا تفاصيل إذا ممكن. أولا اسمح لي أن أشكر وطن على هذا التقرير الاستقصائي والطاقم اللي اشتغل على هذا التقرير. نحن أخترين من البداية عندما صدر تقرير المحافظ باللجنة التي شكلها، لم يستعن بالعائلة ولم يستعن بأي خبير إنقاذ في هذه اللجنة. ومع ذلك احنا تعاملنا مع هذه اللجنة بروح المسؤولية، وكنا للجنة تفضلوا عنا وأجوا شافوا البير وجلسوا مع العائلة ومع الشهود على أمل أنه نعطي أمل لهذه المؤسسة، أنه هذه المؤسسة اللي بتمثل السلطة التنفيذية أنها تعطي أمل لهذا الإنسان الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه وأقل حق اللي هو الحق في الحياة. أنت عندك اثنين، هاي فاجعة كبيرة هزت مش بس بلدة كفر الديك، محافظة سلفيت والوطن. وإحنا كلنا لما توجهنا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورفضنا هاي النتائج اللي سلمها محافظ سلفيت للجهات الرسمية، قلنا إنه إحنا بدنا دروس عبر كرمال هذا الحادث ما يتكرر في أي بيت فلسطيني آخر. دعانا الأخ رئيس الوزراء، رحنا عنده كعائلة، أوعدنا يحل الموضوع، وقال هذا تقرير جيد، تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. صحيح. هاي هيئة دستورية أنتوا أسستوها ومعترفين فيها، وهاي تقريرها ملزم لكم كسلطة تنفيذية، ما احترمتوا أنتوا هذا التقرير. رغم أنه قال لك في وقتها أنه يعني بما معنى سيأخذوا بنتائج تحقيق اللجنة الهيئة المستقلة. الأخ رئيس الوزراء رحب بهذا التقرير وقال لي شخصيا أنا اطلعت على هذا التقرير ونرحب بالنتائج، سنكون بزيارة العائلة واعتماد عمار وضياء شهداء فلسطين ونكون بالاعتذار. نعم. طيب ما قمت بهذا الحكي، احنا توجهنا للقضاء الفلسطيني، حقنا بالآخر بدنا ندافع عن نفسنا عن أولادنا. توجهنا للقضاء الفلسطيني بشهر 5/2021، احنا اليوم بشهر 9/2022. لليوم جميع الجلسات اللي صارت بالقضية هاي في محكمة بداية رام الله لم يتم الدخول بالأساس، بمعنى لم يتم قبول القضية. السؤال المطروح لماذا؟ احنا لما توجهنا للقضاء الفلسطيني إيمانا منا مثل لما قبلنا بهاي اللجنة، مع أنه لا يوجد فيها خبير إنقاذ ولا يوجد فيها ممثل عن العائلة، كلها أجهزة أمنية. هل يعقل أنت اليوم ما أنت متهم؟ يعني أنت مقصر، الدفاع المدني هو جهاز بالآخر تابع للسلطة التنفيذية، أنت مقصر، هل يعقل أنت تكون عضو بلجنة ومع ذلك قبلنا بس على فكرة أنا بحب أنوه كمان أستاذ علاء أنه يعني حتى في تحقيق وطن حاولت الفريق التحقيق الاستقصائي يتواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر كتاب رسمي حتى لأخذ ردهم حول الإطار القانوني الناظم. نعم. للجان التحقيق اللي بتشكلها الحكومة بصفتها سلطة تنفيذية طبعا. نعم. ولكن بعد هذا الكتاب وبعد اتصالات هاتفية كان رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء اقتصر على ما ورد على لسان مدير عام الإعلام في مجلس الوزراء الذي قال بأن الحديث عن هذا الموضوع من صلاحيات وزارة العدل المخولة بالحديث عن الجوانب القانونية وليس الأمانة العامة. طبعا بعد ذلك أعادت وطن وهذا يعني ضمن التحقيق مراسلة وزارة العدل بناء على ذلك بكتاب رسمي للحصول على رد، إلا أن وزارة العدل وعلى لسان مدير مكتب الوزير أعادت بعد أيام الكرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقالت بأن هذا من صلاحيات
مجلس الوزراء وليس من صلاحيات وزارة العدل، لأن هذه اللجان تشكل من قبل مجلس الوزراء وهو المخول بالرد. فعلى صعيد تحقيق تمام لأخذ رد مش مفهوم، هل هو فعليا هم لا يدركوا أو لا يعرفوا من صلاحيات من الموضوع أو أنها تتعاطى بهذا الشكل؟ يعني هذا ما حدث معنا خلال التحقيق مع طاقم وطن للحصول على رد. هون بستذكر قبل التعليق على هذا الموضوع، الأخ عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أرسل رسالة للأخ يوسف نصار لما كان مدير عام الدفاع المدني، حكى له أنه إحنا بدنا تحقيق داخلي وبدنا نيجي نزوركم. بعت كتاب رسمي موجود في التقرير، هذا الكتاب مرفق هون موجود، بعت كتاب رسمي شو بقول فيه؟ نعتذر وإحنا اكتفينا بتقرير محافظ سلفيت أو اللجنة اللي شكلها محافظ سلفيت. هل يعقل هذا رد مسؤول؟ وهي رد طب مثلا هذا رد مسؤول؟ أنت في الآخر مدير عام مؤسسي، من حق أي مؤسسة تيجي تسألك عن أي موضوع إيش صار فيه، ومن حق الناس تسألك، خاصة أنه من مسؤوليات هذه المؤسسة أنها تجد، يعني هي مش أي حدا اللي جاي طالب يعني. لكن كمان حدا سأله؟ أنا أتحدى على الهواء إذا في مسؤول فلسطيني سأله. ما في مسؤول فلسطيني سأله. ومحافظ سلفيت كمان بالإشارة، محافظ سلفيت ليش اتهم عمار وضياء بالبحث عن آثار والذهب؟ مع أنه المباحث العامة قالت بالحرف الواحد لا يوجد لدينا سجل للمرحوم عمار أو ضياء، وفي تاريخ أنه والله في يعني ما يذكر أنه في بحث عن آثار وما شابه، وفي تقرير رسمي وأجت لجنة ودخلت جوا البئر. ومع ذلك المحافظ ليش عمل هيك واتهم عمار وضياء بهي التهمة؟ اتهمهم من أجل أنه مجريات الإنقاذ والتقصير اللي صار بالإنقاذ من أجل إنقاذ الدفاع المدني. يعني هدول المسؤولين عم بنقضوا بعض باختصار، يعني عم بحملوا الضحية المسؤولية من أجل إنقاذ الآخرين. فبالتالي مدير عام الدفاع المدني بده ينقذ المحافظ، والمحافظ بده ينقذ مدير عام الدفاع المدني، انه لا يوجد تقصير. وحمل عبد الله كمال المسؤوليه لعمار وضياء انهم هم اللي اصروا على العمل وبالتالي ماتوا. في حدا بيموت؟ طيب السؤال اللي بيطرح نفسه المهم هون، حدا سال المحافظ طب انت اتهمتنا بنبحث عن اثار، والتقرير الهيئه المستقله وتقريرك الرسمي بدلل انه لا يوجد اثار، حتى لم يذكر وجود اثار، طب انت قلتها على الاعلام، قلت انه عمار وضياء يقال ببحثوا عن اثار ويقال، هل انت محافظ بصير تقول يقال؟ طب وين اجهزتك الامنيه؟ وين التحريات تبعك لا تبحث عن الموضوع؟ ومع ذلك طيب انت اتهمتنا بهذا الاتهام، مسؤولك الاخ الحج اسماعيل والاخ موفق، الحج موفق، هل سالوا؟ هذا سؤال مهم. مسؤولك الاخ الرئيس هل سالك؟ مسؤولك رئيس الوزراء هل سألك؟ فإحنا هون أخت ريم، هذا هاي رسالة توجه لشعبنا. إحنا بصراحة في عنا خلل في الأداء في المؤسسة، في خلل في الأداء، فيش تحمل للمسؤولية. طيب هذول أبناء حركة وطنية وأبناء مؤسسة ومن عائلة محترمة، وفاجعة صارت في بيتهم وصار في تقصير، طيب ليش ما نكون بتحمل المسؤولية تجاههم؟ وين المسؤولين عن المحافظ وعن الدفاع المدني يسألوهم؟ ولم يتصل بنا حد، نعم أخت ريم، لا الأخ الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا أي مسؤول باستثناء الدكتور أحمد مجدلاني، ما حدش حكى معكم بعد ذلك. أبدا لم يتصل بنا أحد ليعزينا. ثاني يوم كانت جلسة مجلس الوزراء، الحادث صار الأحد رغم أنها فاجعة، يعني فاجعة، وطلع بيان مجلس الوزراء يوم الاثنين الساعة 1 الظهر، لم يتطرق للحادث. ليش؟ ليش بتكيلوا بهاي المكاييل؟ هاي المواطنة اللي احنا بنعتز فيها وبنفتخر فيها، المواطنة الفلسطينية، وين حقوق هاي المواطنة الفلسطينية؟ قضيتنا مرتبطة بالهوية، مش الهوية الورق هذا، بس مرتبطة بالهوية بقضية وطنية صحيح، لكن من خلالها وين احترام الهوية الوطنية؟ وين احترام الهوية الوطنية؟ فاجعة عم بتصير في بيت فلسطيني محسوب على الحركة الوطنية، بيت فلسطيني محترم، بيت فلسطيني هو فلسطيني بالآخر، مش فيه له حقوق؟ لم يعزينا أحد حتى هاي اللحظة. ولما لماذا تعتقد، يعني لماذا تعتقد أنه حتى على مستوى التعزية أو ذكر الموضوع في جلسة رئاسة الوزراء لم يتم؟ يعني أنت ماذا تعتقد الأسباب؟ أنا خلينا أكون صريح وواضح، الأسباب واضحة. الأسباب أنهم يريدون إنقاذ المسؤول، إنقاذ المحافظ سلفيت وإنقاذ مدير عام الدفاع المدني السابق باختصار،
هم لا يريدون الاهتمام بالقضية من أجل إنقاذ هذا المسؤول الذي قصر وإنقاذ هذا المسؤول الذي أساء للعائلة. طيب وإحنا ليش بنقول عن حنا مسؤولين؟ طيب هذا الأداء، طيب عفوا هيئة مكافحة الفساد من هذا التقرير وين؟ السؤال على الهوى. هيئة مكافحة الفساد هل اطلعت على هذا التقرير؟ هل عملت لجنة تحقيق لتشوف انه هذا التقرير يعني وين رايح؟ هذا مهم. هيئة الرقابة اللي بنحكي عنها لسه امبارح سلمت تقرير للأخ الرئيس، هل هيئة الرقابة الفلسطينية طلعت على هذا التقرير؟ هل شافت أداء هذا الموظف سواء المحافظ أو مدير عام الدفاع المدني السابق، هل قامت بتقييم أدائه في هذه الحادثة؟ لم يحصل، وبالتالي أصبحت واضحة الأمور. نحن في المؤسسة الفلسطينية للأسف لا يوجد لدينا أداء حقيقي تجاه الاهتمام بقضايا شعبنا، وأنا عم بقولها بكل صدق ومسؤولية وصراحة ومسؤولية عالية، هذا أولا. اثنين، وما عدناش المسؤولية إحنا بالمؤسسة بصراحة نطلع على شعبنا ونعترف إنه إحنا مخطئين، عم بنكابر. ليش؟ طب إحنا عنا قضية وطنية وإحنا عم بنحارب الاحتلال من أجل قضية وطنية، طب بدنا نعزز صمود الناس على أرضها كيف؟ وخاصة بعد غياب المجلس التشريعي أستاذ علاء، يعني إحنا في ظل غياب المجلس التشريعي بأن يكون لجنة خاصة أو يكلف إحدى لجانه من أجل تقصي الحقائق في أي أمر يخص الرأي العام، ومهمة الرقابة على السلطة التنفيذية هي رقابة، يعني هي مهمة المجلس التشريعي وهي ضمن صلاحياته، والآن بلا مجلس تشريع السلطة التنفيذية هي اللي بتشكل لجنة تحقق مع نفسها للأسف. يعني فاهم، هذه مفارقة أيضا نعيشها بتؤثر بشكل كبير يعني على أكيد. مجريات أي لجان تحقيق. تقريركم الاستقصائي هذا بصراحة كل الاحترام كمان مرة لهذا العمل وللطاقم اللي اشتغل عليه ولحضرتكم. هذا فتح الباب أمام تساؤل مهم. المجلس التشريعي الذي غيب، المادة 48 واضحة من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، واضحة إنه المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص، صاحب الاختصاص بالرقابة على السلطة التنفيذية لتشكيل اللجان. هاي سلطة تنفيذية عم تخطئ. طيب مين رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي؟ حسن خريشي، صديق عزيز. الأخ حسن خريشي أجرينا طبعا مع لقاء إحنا خلال التحقيق، وأحكي عن هاي اللجان التحقيق وقال إنها غير شرعية، فيش أساس قانوني لإلها، ومع ذلك هاي اللجان للأسف عم تستغل غياب المجلس التشريعي، عم تستغل الواقع الانقسام اللي احنا فيه، عم تستغل الظروف السياسية والاقتصادية اللي احنا بنعيشها من أجل إنقاذ المسؤول، وهذا مهم. مسؤول بغطي على مسؤول، هل هذا يعقل؟ طب احنا عم بنقول للأوروبيين وللأمريكان وللعالم عندنا قضية وطنية وعندنا مؤسسات، احنا بنفتخر بهالمؤسسة، في ناس عم تشتغل في هالمؤسسة وبنينا مؤسسة منيحة عم نعتز فيها، لكن أداء هذا المؤسسة أنا بقولها على الهواء بكل مسؤولية، أداء هاي المؤسسة تجاه شعبنا مش أداء بالمعنى المطلوب وأداء ضعيف. مسؤول محافظ ما حدا سأله، مدير عام دفاع مدني ما حدا سأله، مسؤول هون أو هناك بيغلط ما حدا سأله. هذا تقرير هيئة أنتوا شكلتوها مش أنا، انتو شكلتوها. هاي هيئة دستورية عم بتطلع تقرير بتقول الدفاع المدني يتحمل مسؤولية وفاة عمار وضياء بشكل واضح وصريح، نقطة رقم 10 من التوصيات، وبتقول الدفاع المدني راح على بيت عمار وضياء وفيش عنده جاهزية والدفاع المدني يتحمل المسؤولية. وهذا موجود في التقرير، حدا من المسؤولين من الأخ الرئيس ورئيس الوزراء وكل المسؤولين حدا قرأ هذا التقرير؟ حدا عقب عليه؟ حدا قال للجنة تحقيق من هيئة مكافحة الفساد أو الرقابة ونظروا في هذا التقرير، شوفوا شو هذا التقرير الاستقصاء الجديد اللي انتوا عملتوه حضرتكم؟ حدا اهتم فيه؟ ما حدش مهتم فيه. ليش؟ السؤال وين ناخذين البلد؟ يعني فرضا عمار عنده جنسية سويدية، هاي جواز ولساته معي، وخلي السويد تشوفنا، هلأ السويد معترف فينا كدولة احنا. عمار مواطن سويدي وهي هويته ومواطن فلسطيني، هل إحنا احترمنا هاي المواطنة؟ أنا بقولها بالثم المليان، هل إحنا كمسؤولين احترمنا هاي المواطنة؟ لا، إحنا ما احترمنا هاي المواطنة. طب الآن بدنا نحترم إحنا هاي المواطنة. إذن أنا بقولها بمرار، يعني شو قررتوا إذن كعائلة؟ إحنا كعائلة توجه في ظل اللي عم بحدث وبصير، أنا حكيت مع الخارجية السويدية وهذا جواز عمار السويدي بإيدي هو كمواطن سويدي،
احنا مكلفين الان محامية بالسويد لنشوف محكمة مختصة، ترجمنا التقرير باللغة الانجليزية، بعتنا كل الوثائق. المحكمة الفلسطينية للأسف مش راضي تعطينا قرار لليوم، مش عم تدخل في الأساس القضية، مش عم تكبر القضية، ومع ذلك احنا عم نحترمها، عم نحترم القضية. كم مرة شو السبب مش عم تدخل المحكمة الفلسطينية؟ لا يوجد رد بالنسبة لنا، عم بتأجل بالجلسات بس انه رفضت، بس هي لا بالاخر رفضت. هي مش بس تأجيل، هي رفضت القضية، رفضت الدخول في الأساس، الدخول في الأساس لحد اللحظة رفضت الدخول دون بالأساس. دون إبداء الأسباب لا يوجد لدي أسباب حتى أنا. القضاء يعني ذهبتم له وأغلقت الأبواب. احنا من شهر 5/2021 رحنا للقضاء، هي صار لنا سنة وثلاثة شهور لم يحصل شيء للآن. احنا الآن بدكم تتوجهوا للقضاء السويدي، بدنا نروح للقضاء السويدي، هذا مواطن سويدي، ما احنا ما احترمنا هويتنا، بدنا نروح نشوف الهوية الثانية إذا بتزبط. احنا هذا بنحكيه بمرار طبعا، احنا بنحكيه بمرار لأنه احنا اللي بنينا هالمؤسسة، عمار وضياء جزء من هالمؤسسة، أولاد الحركة الوطنية. طب احنا لما ما بنحترم أولادنا وأولاد الحركة الوطنية وبنتحدث عن شراكات لشو؟ احنا بصراحة بنتحدث عن شراكات سياسية لشو؟ يعني شو الهدف من شراكات سياسية واحنا عم نكذب على بعض بصراحة؟ شو سبب الانقسام بيننا وبين غزة؟ انه فيش شراكة سياسية حقيقية بغض النظر مين المسؤول عنها. وبالتالي احنا رح نلجأ للسويد، القضاء السويدي رح نشوف محكمة مختصة هناك، نرفع هاي القضية. العائلة اخذت قرار في هذا الموضوع واحنا متمسكين فيه، احنا مصرين على موقفنا ان الدفاع المدني الفلسطيني يتحمل المسؤولية كاملة عن فقدان حياة عمار وضياء الله يرحمهم. اثنين، كان هناك في إساءة من محافظ سلفي اتجاه عمار وضياء بالبحث عن آثار والذهب، وهذا لم يذكره تقرير المحافظ ولا تقرير الهيئة المستقلة، وحصلنا على أوراق رسمية منهم أنه لا يوجد هناك آثار وما يدل بالتنقيب عن آثار. وبالتالي ما في بئر المنزل، كيف بئر المنزل؟ وبالتالي احنا بدنا حق من هذا المحافظ بصراحة، أساء للعيلة، أساء لسمعتنا. طيب أساء لسمعتنا، حد سأله؟ ما حدش سأله. طب أسأل الشهيدين عمار وضياء، حد سأله؟ ما حدش سأله. طيب ومع ذلك احنا هذا موقف العائلي راح نضل متمسكين فيه لحين إظهار الحق وتحقيق العدالة. احنا متمسكين في عدالة قضية الشهيدين عمار وضياء الديك رحمهم الله أشقائي، واحنا هذا موقفنا بصراحة من أجل أنه إحنا كفلسطينيين نتعلم دروس عبر للمستقبل، أنه هاي الحادثة ما تتكرر في أي بيت فلسطيني تاني. عمار وضياء الله يرحمهم، لكن بدنا نتعلم. جماعتنا مصرين بدهم مش يتعلموا. نعم. ليش بدهم مش يتعلموا؟ بدهم يحافظوا على بعض. طب يا أخي حافظ، ما احنا مع بعض، إحنا تحت الاحتلال مع بعض، وإحنا شركاء في المؤسسة مع بعض. طب تعال هذا الأداء المؤسسي يكون بشكل جيد، تعال نحافظ على بعض بشكل جيد، نحترم. إحنا وجودنا أختريم بهالبلد شو معياره؟ معيار وجودنا بهالبلد هو كرامتنا، عشان نضل صامدين في وجه هذا الاحتلال. صحيح. إذا بصراحة كرامتنا عم تنهان، ليش وجودنا بهالبلد؟ صحيح. يعني أنت تتحدث بمرارة اليوم، وفعليا أنتم كعائلة سعيتم، ربما قد تحدث هذه الأمور مع عائلات أخرى لكن لا تجد لها سبيل في أن تبحث وأن تتقصى وأن تذهب إلى القضاء وإلى لجان أخرى وإلى وسائل الإعلام وما إلى ذلك، لكن أنتم كعائلة يعني الحدث له سنتين، لم تنسوا ما جرى، ويعني استمريتوا في البحث عن الحقيقة من خلال التوجه للقضاء، من خلال التوجه للإعلام، من خلال التحقيق والتقارير التي مثل تحقيق الهيئة المستقلة، لم تتوقفوا لحظة حقيقة أستاذ علاء، وأنا على اتصال مباشر دائما كإعلام معكم. بالنهاية أنا متأكدة أنه هدفكم كعائلة هو إحقاق الحق. نعم أكيد. يعني إحنا بصراحة أخت ريم إذا بتسمحي لي، احنا هاي القضية مش بس بتهم علاء وعيلته أو أسرته أو محافظته، هاي بتهم أي فلسطيني، وأنا قلتها على الإعلام قبل هيك، لو هذا ما حدث في أي بيت فلسطيني آخر أنا كان موقفي نفس الموقف، لأنه أنا بالآخر بدي أتحمل مسؤولية تجاه شعبي، أنا بالآخر عندي مرجعية سياسية لازم أتحمل المسؤولية، ولا ليش احنا موجودين؟ وبالتالي هاي القضية لا مش راح نكل ولا نمل، احنا فينا حق ولا يضيع حق أبدا وراء مطالب، نفس مبدأ قضيتنا. مش احنا عم بنقول من 74 عام فينا قضية وفينا حقوق، واللي طلع من الليد بده يرجع، واحنا نفس الشيء بنقول
عمار وضياء قصرتوا فيهم لحد اليوم، وأداء المؤسسة اليوم مقصر تجاه عمار وضياء من أجل الحفاظ على بعض الأشخاص في مناصبهم وامتيازاتهم. هذا لن نقبله أبدا. راح نروح إحنا وإنتوا للمحاكم الدولية، وفي المحاكم الدولية لما فرطنا بهويتنا إنتوا خلتونا نروح لهذا الطريق للأسف، وإحنا بكل جرح عميق إحنا عم بنقول هذا الحكي ومجروحين، لكن إنتوا ما حد شاعر بالجرح الموجود جواتنا على فقدان عمار وضياء. إحنا راح نظل مستمرين لإعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة على كل مقصر وكل واحد بتلسن على شعبنا وعلى أفراد شعبنا بدون دليل قاطع إنه في خلل ما لا سمح الله، وهذا لن نتنازل عنه أبدا من أجل تحقيق العدالة يوما ما. رحم الله عمار وضياء، وأنتم كعائلة الله يقويكم ويعطيكم الصبر أيضا على هذه الفاجعة. شكرا جزيلا لحضورك أستاذ علاء للتعليق على تحقيق استقصائي أجراء وطن طاقم وطن. التحقيق موجود على موقع شبكة وطن الإعلامية على الإنترنت تحت عنوان متهمون يحققون مع أنفسهم والنتائج على قياس المسؤولين. شكرا أستاذ علاء الديك. شكرا لك.